بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، نحييكم تحيه طيبه عبر شاشتكم السعوديه الرياضيه الاولى، ونسعد بصحبتكم من خلال حلقه جديده من برنامجكم الرياضي حديث الذكريات. مشاهدينا الكرام، بدايه دعونا نرحب بضيفي وضيفكم في هذه الحلقه، نجم نادي النصر السابق واللاعب الدولي السابق الكابتن محسن الحارثي. مرحبا فيك كابتن محسن. اهلا وسهلا اخوي خالد، حياكم الله، وانا سعيد باستضافتكم لي. سعداء جدا بتواجدك، وشكرا لك على استضافتنا اليوم. الله يحفظك. والحقيقة محاور كثيرة نتمنى نتحدث معك فيها حول نادي النصر وحول مشاركاتك مع المنتخبات الوطنية وأمور رياضية أخرى كثيرة. بداية المشاهدين الكرام، اسمحوا لي أن نقدم هذا التقرير حول ضيفنا اليوم، بعد ذلك نعود إليكم. في الوقت الذي هيمن فيه الجار والمنافس اللدود على وجود أباطرة الدفاع بين صفوفه، كان النصر يعاني في المقابل من عدم وجود المدافع الصلب الذي يشكل صخرة تتكسر حولها هجمات المنافسين، ولا سيما في ظل تميز ذلك العصر بأمهر وأخطر المهاجمين على الإطلاق الذين تجاوزت مواهبهم حد المألوف والمتعارف عليه. نقول في خضم ذلك كله ظهر للنصر محسن، فأحسن إغلاق منافذ دفاع فريقه وشكل اسما منيعا غير معادلة التحدي، فأصبح النصر مطمئنا ترتيب أهدافه رغدا، ويستطيع من خلال محسن الحارثي أن يحافظ عليها، بل ويزيد العدل في بعض الأحيان. لمحسن الحارثي مع النصر قصة، وللنصر معه تاريخ روعة. هل نبدأ الرواية؟ نعم سلام. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا فيك كابتن محسن مره اخرى. اهلا وسهلا كابتن محسن. طبعا سؤال تقليدي نطرحه دائما على الضيوف في برنامج حديث الذكريات، كيف دخل المجال الرياضي الكابتن محسن الحارثي؟ كيف بدا مع نادي النصر؟ طبعا اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بدايتي من برا عم النصر. طبعا عمري كان 9 10 سنين، بديت في مرحله سنيه صغيره جدا، تعلمت على ايدي المدربين، كانوا ممتازين في التاسيس. نعم. فالحمد لله تاسست كويس في درجات البراعم، وبعدين صعدت للناشئين وحققت بطوله المملكه في اول سنه صعدت فيها. نعم. الناشئين وصعدت لدرجه الشباب، لعبت موسمين اخذت فيها بطوله المملكه برضه. نعم. وبعدين لعبت مع الفريق الاول، طلعت في سن صغيره للفريق، الفريق الاول حدود 18 سنه. بمجرد طلوعك للفريق الاول لعبت على طول اساسي يا كابتن؟ لا طبعا صعدت للفريق الاول وانا عمري صغيره مره. نعم. 18 سنه كان. نعم. على وقتها كان هنري ميشيل. نعم. مدربي فرنسي. فقال خلاص انا يعني اعطوه فرصه يتمرن وكذا. نعم. ولما تمرنت ابو خالد الله يرحمه لما عاد محمد سعود قال لا محسن لسه صغير خلوه. نعم. يرجع للشباب، يعني محتاجينهم، واحنا. نعم. عندنا فيه لاعبين مدافعين يقدرون يكملون الموسم يعني. نعم. فرجعت للشباب مره ثانيه. نعم. لعبت السنه اللي بعدها برضه صعدت للفريق الاول مع المدرب جان فرنانديز. نعم. استمريت فتره معهم، بدايتي ما كنت اشارك، اتمرن عفوا اتمرن بس. فبعدها اخذت الصفه الاساسيه مع. نعم. كابتن محسن، يعني نرجع لورا، تسجيلك في البراعم، تتذكر من اللي سجلك؟ كيف اكتشفوا موهبتك كابتن محسن؟ طبعا كان في عندنا مدرب سعد السدحان لاعب النصر وعبد الله عبد ربه، هم الاثنين. نعم. اللي اصروا على اني ارجع اتمرن وهذا. نعم. بعدهم في خالد الهميه مدرب كمان وطني. فهم هو مع عبد الله السدحان وعبد الله عبد ربه، سعد السدحان وعبد الله عبد ربه، هم اللي طالبوا اني اصعد الناشئين واسجل. نعم. فطبعا تم تسجيل عن طريق الاستاذ حمود الشهري و عمير الشهراني. نعم. وهذول اللي سعوا في تسجيلي يعني. نعم. ميولك كابتن محسن هي قادتك لنادي النصر؟ والله كون انك نصراوي او فقط وجدت نفسك في نادي النصر؟ والله طبعا شوف، يعني اللي كل جيلنا طبعا كان. نعم. عندنا من كان بارز ذاك الوقت في السعوديه، ما في غير ماجد عبد الله ومحيص الجمعان فهد الرايفي، هذول. نعم. تعلقنا فيهم طبعا. فتحب النادي من هالموضوع. نعم. طبعا انا كان بيتنا قريب بعد لنادي النصر. نعم. فصار سهل علي الموضوع هذا انه اروح اتمرن وارجع، يعني سهل هذا كثير انه. نعم. سكني كان قريب من نادي النصر. نعم. فكنت اروح من الساعه 2:30 او 3 عقب المدرسه
ما ارجع له في الليل بعد بعد تمرين الفريق الاول على الساعه 11 ارجع البيت. نعم. يعني بيتي النادي يعتبر بيتي. نخلص تمرين نقعد نسبح وناكل ونقعد حياتنا في النادي. نعم. خلص نرجع. نعم. فلما كبرنا تغير الوضع. نعم. يعني ما شاء الله كابتن محسن انت اسمك مرتبط بالبطولات سواء مع نادي النصر او مع المنتخب السعودي. يعني عام 1414 بدايه حكايتك مع البطولات من خلال دوري الشباب. صحيح. درجه الشباب. صحيح. في ذكريات لك تتذكرها مع هالبطوله؟ والله في يعني طبعا كل خالد اخوي لما الواحد يشارك في مرحله من المراحل يبدا يتذكر الاشياء الصعبه. احنا لما لعبنا في بطولات يعني طبعا ما راح اتكلم عن البطولات المحليه بتكلم. نعم. عن البطولات الاسيويه اللي. نعم. هي اثرت كثير فينا. كانت اول بطولات في تاريخ نادي النصر تدخل على خزانه يعني. نعم. كانت فوقتنا يعني بجيلنا. نعم. فكان صعب قصدك اسيويا اسيويا. نعم. يعني حتى بطولات خارجيه. نعم. نعم. او بطولات خارجيه. كانت على وقتنا. نعم. فلما انت تحس بفخر واعتزاز انك اول بطولات خارجيه تدخل في خزائن ناديك وانت مشارك فيها. نعم. فهذا شيء يعني يبقى في الذاكره. نعم. يعلق معك. نعم. طبعا الفرق الاسيويه اول خالد الفرق الاسيويه اول غير الفرق الاسيويه. نعم. كانت اصعب وكان مو باي سهوله الواحد يحقق يعني البطوله. كان حتى. نعم. الفرق اللي لعبنا ضدها يعني لعيبه كبار كمان. فهذا يبقى في الذاكره طبعا. نعم. للاعب اكيد. نعم. عام 1415 كابتن محسن توجهت للفريق الاول في سن مبكره. صحيح. كيف انتقلت للفريق الاول؟ من اشار من الاداريين من المدربين انه محسن الحارثي ينتقل للفريق الاول؟ والله صعدت للفريق الاول كنت طبعا اتمرن تمرين وارجع اليوم الثاني. نعم. للتمرين للشباب. الشباب. فجت فتره كان في اصابات لاعبين وكذا فاخذت الفرصه لاني العب مباراه. نعم. كان فرنانديز المدرب يلعبني مره ظهير ومره. نعم. سنتر يعني في التدريبات. في التدريبات. نعم. واوقات يلعبني محور. شاف يعني التمرين طبعا يكون في تقسيم نص ملعب دائما تكون ترفيهيه. نعم. اللاعب يكون يبدع فيها يطلع مهارات يسوي اي شيء. نعم. جاني فرنانديز قال لي ابغاك تكون زي ديساي اللاعب الفرنسي. قلت له خليني سنتر. لا تبي تخليني اشارك شاركني سنتر ولا. فكان يلعبني ظهير اوقات واذكر ابراهيم ماطر زميلي ابراهيم ماطر كان. نعم. يلعب عندي وسط يمين. يقول اني يعني العب وانتم مع محسن واستناه يطلع واناظر انا واقف جنب السناتر. فما تعود يعني ما تعودت العب وهير لكن الحمد لله لما اخذت صفه اساسيه يعني في السنتر عرفت وين اجري وين اتحرك فاستمريت. نعم. لعبت اكثر من 11 سنه اساسي في الفريق. نعم. انت طبعا ما شاء الله يمكن بنيتك الجسمانيه كابتن محسن هي ساعدتك انك تكون سنتر ام انه انت رغبتك انك تكون لاعب سنتر يمكن في الحواري وفي النادي تبغى تكون لاعب سنتر ام هناك مدرب اختار محسن الحارثي ان يكون لاعب سنتر؟ لا انا من يوم اني في الناشئين الشباب العب. نعم. سنتر. نعم. يعني تعودت على قلب الدفاع من الناشئين والشباب. نعم. لما العب اعرف وين اتحرك وين اجري تعودت على الخانه خلاص. نعم. فيعني انت الحين لما تجيب مدافع وتخليه ينفرد تلقاه يرتبك لان مو منطقته 18 مو مكان. نعم. لو تجيب راس الحربة ممكن يدافع معك ممكن يسجل فيك جول. نعم. من الغلط. صحيح. فكل حط كل واحد مكانه. انا تعودت ان في الناشئين الشباب هذا اني العب مدافع كقلب دفاع عارف وين اجري وين اغطي حتى بال يعني بالخيال مو انه. نعم. يعني احد يوجهني وكذا. فلما صعدت الفريق الاول ما حبيت اغير خانتي يعني. نعم. ما حبيت انه يعني اطلع من السنتر. نعم. لما لعبت سنتر وحريق وابو خالد الامير عبد الرحمن سعود الله يغفر له ويرحمه كان حريص انه ما يشرك احد مدافع في السنتر خاصة إذا كان صغير سن. نعم. فيبغى يختار وقت مناسب إنه يلعبه. نعم. لأن مركز حساس. حساس. لما تخطي بتحترق على طول. نعم. لما تكون صغير وتخطي غير المهاجم يضيع. نعم. يمكن 20,000 فرصة فواحدة يصير هو نجم ما عنده مشكلة. صحيح. فكان عنده رؤية وعنده نظرة. المدافع والحارس غلطتهم. صحيح. نعم. 10 غلطات. صحيح. نعم. عام 1416 في سن مبكرة كابتن محسن انتقلت للفريق الأول. كم كان عمرك في تلك الفترة؟ والله 18 19 في هالحدود يعني 18 سنه. بدات تمثل الفريق كلاعب اساسي عام 2016 يعني 16 15 رجعت للشباب 16 رجعوني بدأت. ايه؟ صعدت في نهايه الموسم لسه ما انتهى الموسم خلاص يعني خلص خذ الدوري النصر وكذا. نعم. وصعدت يتمرنون شهر قبل الاجازه تمرنت معهم فتره وكذا طبعا يعلمون اللاعبين اللي يبغون يبدون معهم بدايه الموسم الجديد. نعم. فلان هذا بدايه الموسم تكون فريق اول تمرنا معهم. نعم. الفريق الاول
بدأ خط الصفة أساسية على طول يعني مع الفريق الأول. نعم. على وقت فرنانديز نهاية فرنانديز ومع بلاتشي. نعم. المدرب الروماني خط الصفة أساسية على طول الحمد لله لين اعتزلت. من كان في قلوب الدفاع لما حضرت أنت كابتن؟ والله في الفترة اللي كان فيها كان لحقت على نهايات المدافعين اللي هو كان أجنبي أدام سيسي. نعم. كان في رياض الأحمري كان في ناصر المرشد كان فيها يعني أغلب اللعيبة الكبار. نعم. هذول خاص على نهايتهم يعني. نعم. جيت أنا في الجيل اللي طبعا كان فيه طبعا مدافعين كثير لعبوا معي كثير يعني يمكن حدود 13 14 مدافع لعبوا معي. نعم. عبد العزيز مليفي، خالد الفرحان، هادي شريفي، صالح الداود، عبد الله الجنوبي، مدافعين اجانب، عدنان عبد الشكور، يعني واجدين مروا علي. ما اسماء كثير، هذا يعني ما كان في استقرار في خط الدفاع النصراوي. والله ما لا يعني كل سنه خاصه قلوب الدفاع ما يعني كان كل فترة يعني يجي مدافع أو يشتروا مدافع. ما كان يتعبك الأمر هذا؟ لا لا كثير والله. الانسجام مهم في خط الدفاع. كثير. نعم. يعني كثير كنت أنا يعني جت فترات يعني الواحد يحتاج التفاهم مع زميله. أنت لما تلعب مع لاعب فاهمك ما تحتاج الكلام الكثير وراء. نعم. يعني مش كويس. حتى الحارس يكون في لغة تفاهم. صحيح. نعم. لما لما تكون أنت يعني يكون في لغط يكون في كلام لخبطة مشاكل ما تصلح، لازم يكون كلام التوجيه يعني. نعم. مع التفاهم خاصة تعرفون بعض وتفهمون بعض أكثر. نعم. هذا اللي كان شوية أثر علي صراحة أنا في فترات كثيرة لعبتها في النادي. نعم. طبعا مو بتقليل من اللاعب بس هو طبعا التفاهم يعني مو بالضروره اكون انا موجود لكن انه دائما الثبات في قلوب الدفاع مهم. نعم. في الخط الخلفي عاده كابتن محسن لما يجي لاعب ناشئ او لاعب شباب صغير في السن ياتي الفريق الاول ياخذ خانه لاعب خبير او لاعب صاحب خبره عاده ممكن يوجد محاربه ممكن يوجد تضايق، انت حسيت بهالشعور؟ والله شوف يعني انا ما ادري المرحله الانتقاليه جتني كذا سريعه ما كنت واعي لها كثير يعني. نعم. ما كان ولا كنت ممكن ما كنت احس في الاحساس عشان صغير ومندفع انا طبعا بشكل غير طبيعي. نعم. انا يعني من المواقف الطريفه اللي كنت متحمس كثير اني العب فريق اول كثير، فمره من المرات كان في مطر يعني نازل جامد على علينا وكان في تمرين. نعم. كان اذكر لاعب كابتن ناصر الفهد فانا مبرشت مبراشه يعني في التمرين مع المطر ما وقفت طلعت لين برا وقف ناصر قال ما عرفني لسه قال جاي منين جايبين هذا من الحماس حماس الزايد. نعم. اي حماس زايد فكان عندي رغبه اني اشارك واني العب فهذا كان يعني محفز لي اني اشارك لكن المرحله الانتقاليه اللي شالوا لعيبه وجيت انا ما اذكرها يعني. نعم. في الفريق الاول من تعتقد من المدربين كان له فضل بعد الله سبحانه وتعالى على الكابتن محسن الحارثي؟ تحس انه اسس محسن الحارثي اعطاه الفرصه الكامله؟ طبعا فرنانديز اعطاني يعني بدايات الثقة اني اشارك وكذا لكن بلاتشي هو اللي اعطاني الثقة الكبيرة. يعني بلاتشي كان مراحل يعني يعطيني ثقة غريبة عجيبة يقول لي يعني يمكن انا اكثر لاعب عنده يقول لي ترى بكره بتلعب. يعني في كثير لاعبين يجيني يقول ترى بكره بتلعب جهز. نعم. نفسك كان كلنا صغار ومتحمسين ما يعني اغلبنا خايف انه يشارك ما يعني. كان يجيني دائم قبل المباريات يقول تراك بتشارك بكره اساسي شد حيلك وعندي ثقه فيك وعندي كذا ولا يهمونك حتى لو اخطيت انا اتحمل كان كثير كثير يعني وفي مباريات كثيره كان صراحه هو كان لي سند مباراتنا 3-0 مع الهلال في بدايه. نعم. اول خمس دقائق سجلت انا جول يمكن في الدقيقه الثانيه بلاتشي كان مدربنا. نعم. اعطاني باور قبل مباراه غريب كلمني كلام صراحه حسيت نفسي اني فهو مدرب مع انه كان مغامر هو يمكن يحرجكم مغامر في الهجوم يعني يحرج خط الدفاع وكان يسحب الاظهره يعني. نعم. وكثير نتاثر احنا كمدافعين في قلب الدفاع يسحب الاظهره وكان اذكر موقف مع الكابتن مساعد الطرير كان دائما يغير رقم اثنين يغير رقم اثنين زعل مساعد قال يا اخي هذا مدرب ما يعرف رقم اثنين رقم اثنين الدفاع كله يغير فكان دائما يسحب الاظهره ويحرج خاصه كان متاخر هو كان وش مبرر كلامه انه يقول انه انا 1-0 مهزوم زي 10-0 صح انا يا غير نتيجه يا انهزم يعني بس اني على الاقل حاولت. نعم. فكان عنده كابتن محسن كيف كان تقبل الجمهور لك لما جيت الفريق الاول؟ حار يعني زي ماجد زي محيسن هريفي يخف الضغط عليك وانت صغير. نعم. يعني لا الكلام تشجيع كله يروح لهم مهما سويت يشجعونك في شيء بسيط بس الكلام كله بيروح لهم التمجيد كله بيروح لهم. نعم. مهما سويت فلما تلعب بس انت تشيل هم ان اصحابك ما تخطئ يعني انا كنت لما لعبت مع كابتن ماجد عبد الله ومحيسن والهريفي انا اشيل هم الباص لهم ما ابغى اخطي في الباص لهم. نعم. ما هم الفريق الثاني هم اللاعبين اللي معه لان اللعيبه كبار انت انا في البراعم كنت اتمرن واشوف ماجد محسن اتمرن اقول يا الله متى تلعب معهم ودي العب معهم ودي اتمرن ان شاء الله بلعب معهم يعني كان عندي طموح. نعم. لحقت عليهم فهذا شيء ترى تستغرب انت تنبهر فيه ف
كان الضغط يروح للعيبه كبار دائم واحنا نلعب على راحتنا لين اخذنا الثقه وبعدين تلعب مع لعيبه مستواهم عالي يشيلونك معهم يعني. مدربين كانوا حتى في الخطه ما يبينون كثير وش يسوي ماجد لما يستلم كوره ما يقول له عيب يعني يقول ماجد شو تسوي اذا استلمت كوره ولا بحيث اذا على الطرف متى ترفع ما يقول ما يقول الاشياء التافهه البسيطه ذي فهذا اللاعبين يرفعون من مستواك يعني. نعم تتذكر اول مباراه كابتن محسن مع الفريق الاول؟ والله اتوقع لعبت اول مباراه ضد الطائي كانت يعني انا ما اذكر ترى نعم. انا الذاكره 1 جيجا والله خالص والله ما كان كان مستواك فيها مرضي يعني المدرب ارتاح منك الجمهور ارتاح يعني الحمد لله يعني كانت مباريات دائما احنا في وقتنا كان الفرق صغيره يعني نفوز عليها بسهوله يعني كانت نعم. ما اذكر انه انهزمنا من فريق يعني نعم. اذا ما خانتني الذاكره ما انهزمنا دائما نفوز على الفرق الصغيره يعني. طبعا المباريات الكبيره وانت صغير تكون صعب عليك شويه لكن تعديها مع اللعيبه الكبار اللي معك يعني. نعم ذكرت اسماء كثيره كابتن محسن في جاوروك في خط الدفاع من اللي كل لاعب اللي ترتاح له اكثر لما يكون متواجد بجانبك؟ شوف يعني في المنتخب انا شاركت فترات محمد الخليوي انا في وجهه نظري نعم. افضل مدافع في تاريخ السعوديه كلها يعني ممكن في ناس تختلف معي انا طبعا لاعب عشت وانا مدافع نفس خانته اشوف محمد الخليوي من اعظم اللاعبين مروا على تاريخ السعوديه نعم ان بغيت طيبه القلب في الملعب في بعض المدافعين يعني يكون نفس الشيء عليك محمد الخليوي من اطيب الناس يعني نعم. بيكلمك في الملعب يعني نفسه راضي عليك يعطيك الثقه يعطيك الثقه ويوجهك يساندك وقت الخطا سريع عنده ثقه في نفسه كنترول من افضل المدافعين عندهم كنترول في كل هالامور هذه تساعدك لما انا صغير والعب معه في المنتخب كنت اخطي اوقات شجعني ما عليك محسن انا بحط الخطا علي انا انا اللاعب الكبير انا القديم انا كذا العب لا يهمك كنت اجابك المنتخب عشانك لاعب كويس نعم. العب اللعب كله تلعبه في ناديك لا تشيل هم والله كان يعطيني طريقه غريبه نعم. ما يحتاج انا مثلا اذا نزلت مع راس حربه اقول له تعال وراي خلاص هو بجاي قفل بالحاله نعم يعني كان يعطيني ثقه كثير نعم وعلى مستوى النادي على مستوى النادي في طبعا كذا لاعب لكن طبعا فيه عبد العزيز مليفي شاركت معه فترات يعني كان من افضل اللاعبين هدوءه كان يعني يشجعني اني اصير كويس في مباريات كثيره نعم عبد العزيز هادي ما يتنرفز كثير من المدافعين الكويسين اللي لعبت معهم نعم. في كاس العالم للانديه شاركت مع هادي شريفي وابراهيم شويع ابراهيم شويع كان من افضل المدافعين لعب ليبرو معانا في كاس العالم من نعم. افضل المدافعين غطوا معي في الخلف مره ممتاز يعني نعم يعني هذا المدافع طيب كابتن نعود لذكرياتك مع الفريق الاول ايضا وافضل مباراه تعتقد لعبتها مع نادي النصر ما راحت من ذاكرتك والله خالد في مباريات كثير لعبتها مع النصر يعني كانت يعني ممتازه يعني انا اشوف كان لك دور فيها يعني طبعا في بطوله عربيه اللي فاز عليها الهلال بلنتي كان عمر الغامدي مع ابراهيم نعم. ماطر هذه انا احس انها من افضل المباريات اللي شاركت فيها نعم طبعا في مباراه الهلال بعد 3-0 اللي كانت ثلاث اهداف الشوط الاول كلها إيه. نعم جولان الشوط الاول جول الشوط الثاني طبعا هذه من افضل المباريات برضو شاركت فيها وكثير مباريات والله ما عندك نعم. لكن في مباراه كثير الحمد لله شاركت فيها يعني شوف على وقتنا قال للامانه طبعا الحين الناس تتكلم عن مسؤوليه اللاعبين وهذا لكن يعني عندنا وقتنا كان لما انت يعني مستواك يقل وعطى تطلع من خانتك صعبه ترجع نعم فكان دائما اللاعب يلعب مباراتين سيئه مباراه واحده بعدين يرجع يلعب اربع خمس ست مباريات كويس نعم. ينزل في واحده يعني الحين اللاعبين الصغار لما او اللاعبين الموجودين حاليا اذا نزل خلاص نعم. يعتبر انتهى اللاعب صحيح فوق كان لا كان ينزل مباراتين ويرجع مره ثانيه مستوى إيه. نعم. لانك صعبه ما صعبه في لاعبين كبار وكان اول حتى في النصر انا اتكلم عن نادينا يمكن حتى تقسيمه صعب تلعبها نعم صعب تلعب تقسيمه يعني ف يعني هذا طيب. كابتن محسن يعني مدافع ولا مهاجم ولا حارس الاخطاء وارده يعني في عالم كره القدم انا برجع بك لورا في مباراه كانت بينكم وبين الاتحاد إيه. يعني كانت في نهائي نعم. كان في هدف سجل فريق الاتحاد يعني كان المباراه يعني النصر يمكن كان الاقرب للفوز كان مستوى جيد في تلك المباراه كيف كانت نفسيتك بعد هذا الهدف اللي ولج مرمى الفريق النصراوي صحيح. يمكن انت يمكن اخطات والخطا وارد في المباراه هذه كيف تقبلت هذه والله الخساره؟ شوف خالد كل, كل 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 انسان طبعا معرض للخطا لكن خليني بقول لك حاجه احنا في نفس السنه هذه لعبنا اربع نهايات ترى نعم يعني ما كان حظ النصر في السنه هذه كان سيء جدا يعني جانا بلنتي في سوريا وكل نهائي كان هو الاقرب يعني كمستوى كل نهائي كنا احنا قريبين طبعا هي البطوله يعني الاربع بطولات كلها نهائيات بس طبعا هو دائما يقول في الختام دائما الختام هو اللي
انا الوحيد اللي يعني الحمد لله يعني مع آرثر جورج مدرب يعني ممكن كل يعرف يعني كان يحبني كثير وكنت انا كابتن على لعيبه انا ماني بكبرهم يعني انا صار واحد فيهم انا صار من اللعيبه الموجودين كلهم يعني تقريبا بس كنت انا كابتن كان يحبني وكان عنده ثقه فيني كثير وانا الحمد لله كنت قد الثقه لعبنا بطولات الاربع كلها في نفس الموسم طبعا جاء في نهايه الموسم خلاص على النهايه على التعب على فصار مني خطا سجل جول منه طبعا احنا كان لنا بلنتي بعدها ما انحسب فطبعا راحت البطوله انا اللي ابغى اتكلم في هالنقطه لاعبين كثير اخطاوا كثير من الانديه كثيره وكل الناس تعرف تلاقي مهاجم ضيع ثلاث فرص اربع فرص غير مهاجم انا بتكلم على خانت غير مهاجمين المدافعين كثيرين اخطاوا وانا ما ابغى اعدهم بالاسماء عشان ما لكن يعني في لاعبين أعطيك مثال معلش عشان ما اول شيء قلت ما ابغى اذكر اسماء لكن بعطيك مثال نفس حكايته حمد المنتشري مع الاتحاد والشباب في النهائي اللي منقى سجل الجول المنقى نفس الحكايه انت 1-0 النهائي خذان بس ما حملوا الجمهور خطا الفرد واحد في خطا مجموعه صحيح نفس الحكايه اسامه هوساوي مع الفريق الاسيوي اللي طلع الهلال نفس خطا وطلع نفس الموضوع في مدافعين كثير اخطا بس انا خطاي كبروه كثير كبر خطأي كثير لان انا يعني كنت اقهر يمكن ناس كثيرين يعني كنت اضايقهم كثير في مبارياتنا يعني معهم فالخطا كبر لله لكن كثير الحمد لله من جمهور النصر يعني يذكروا لي الاشياء الكويسه انا كنت افضل لاعب في السوبر اللي رحنا منها كاس عالم انديه ناس كثير ما تعرف الموضوع انا محتفظ بكاس ومحتفظ بامور ثانيه اني كنت افضل لاعب للبطوله اللي الاهم اللي تاهلتنا كاس يعني تضايقت يا كابتن من النقد اللي جاك ما تضايقت انه يعني طبعا انت عارف الناس يا خالد خاصه في السعوديه يعني يذكروا لك الشيء الشين وخلونا الشيء الكويس انا طبعا القله مو بكله لكن الحمد لله انا جمهور النصر كثير يعني متفاعل معي كثير انا الحمد لله بعدها لما عبد الرحمن سعود كلمني كلام كبير مهم رجعت لعبت الفريق الاول مباريات مره ممتازه انضميت للمنتخب لاعب ثاني كان انت صح ولا لا كان لاعب يعني بعده يقول انت انا رجعت لعبت شاركت مع المنتخب في كاس العالم 2002 ورجعت مره ثانيه انضميت مره ثانيه للمنتخب لتصفيات كاس العالم 2006 الحمد لله عندي طموح وعندي ثقه في نفسي كبيره ما كنت يعني كان والقى تشجيع كبير من جمهور النصر كان في وقت المباريات يعني فنتحدث عن انجازاتك كابتن مع نادي النصر يمكن اذا قلنا انجازات نادي النصر ياتي الوصول الى مونديال الانديه العالمي هو ابرز انجاز ليس لفريق النصر فقط ولكن للانديه السعوديه بشكل عام. خلينا نرجع للوراء لبطوله السوبر اللي اهلتكم لكاس العالم للانديه. محسن الحارثي قدم اداء اكثر من رائع كان افضل لاعب في تلك المباراه. لك ذكريات تحملها عن تلك المباراه؟ ايه طبعا هذيك من كان عندنا طبعا عندنا طموح غريب كنا كمجموعه يعني واثقين في انفسنا يعني بشكل غير طبيعي. في التمرين في الليل يعني طبعا اخر يوم في التمرين اللي قبل اللي يسبق المباراه في يوم المعسكر يكون تمرين خفيف. كنا لاعبين تقسيمه نص ملعب ترفيهيه وكذا بعد ما علمنا المدرب وش نسوي وهالامور. كوره مع والله ما اذكر مهاجم مين يعني ما اذكر مين لكن سوى التعشيق حق صالح خليفه كنت تعرفها هذه وقف وروح وصلت انا مع نفس الحركه حسيت بالم في العضله الخلفيه فطحت في الملعب كان ماجد عبد الله مدير الكره وكان الامير فيصل عبد الرحمن هو رئيس النادي جوني وش فيك وليش ومتى وكيف قلت يعني طيب كيف حسيت فيها سمعت صوت كذا يقول الدكاتره ف يعني اليوم الثاني قالوا طيب نشوف اليوم الثاني بيشوفون اقدر العب ولا لا سووا الاختبار على المسبح الظهر قالوا عاد يمزحون معي يقولون ترى في جائزه لافضل لاعب وكذا شد حيلك يعني ف سويت تجربه على المسبح قلت ما احس فيها احس الم خفيف نغزات لكن عادي يعني فقالوا خلاص نعطيك ابره قبل المباراه وبنلفها بندج قلت خلاص لفيت بندج وحطيت ودق واعطانا الابره فسخنت حسيت مع الحراره مع الجمهور مع الحساسيه نسيت لعبت مباراه الله وفقني اخذت افضل لاعب ذيك المباراه يعني ما شاء الله وبعد المباراه ما حسيت بالام يعني الا والله حسيت بالام عارف العضله كانت تتمدد وانا ما احس فيها مع الابره فكان الم غير طبيعي لكن مع الفرحه وذا ما تدري فالحمد لله يعني اللي كان في لها مردود الحمد لله غامرت ولعبت يعني الحمد لله رب العالمين بعدها وصلت لكاس العالم للانديه وصل نادي النصر لكاس العالم للانديه يعني انجاز كبير انك تكون في مونديال العالم للانديه تلعب مع ريال مدريد انديه على مستوى كبير
أيضا حدثنا عن ذكرياتك وذكريات نادي النصر في هذه البطولة اللي يتغنى بها كل نصراوي. كل السعوديين أخوي خالد. نعم. أو كل طبعا نعم. أول مشاركة في يعني عربية في آسيا لنا. أول فريق عربي من آسيا يشارك في كأس عالم أندية، طبعا هذا شيء يحسب للعرب كلهم. نعم. لكن طبعا احنا واجهنا صعوبة لأن كان في وقت رمضان. أها. الاستعداد ولا نفس البطولة؟ الاستعداد كان في في رمضان. نعم. وفي البرازيل. طبعا الوقت يختلف يعني. نعم. نمسك وقت الفجر الامساك مع الفجر هنا. نعم. بس الفطور الساعة 9 في الليل. يعني وقت طويل تكون صايم. نعم. مدربنا اللي يوغوسلافي اسمه ميلان كان يدربنا مرتين في اليوم وانا صايمين. اها. تمارين. نعم. فكانت ذبحة يعني شيء متعب بشكل غير طبيعي. بس كنا نتمرن وكان عندنا حماس لما تشوف اللاعبين الكبار يتمرنون وهذا انت يعني تشد حيلك اكثر واكثر قدامك. نعم. لاعبين كبار صراحة. فهذا يعطي دافع للاعب اللي يتمرن. متعب كان الإعداد بشكل غير طبيعي. غير طبيعي. والحمد لله لما دخل بدأت البطولة كان استعدادنا طيب. نعم. بدينا بشكل مرة ممتاز. طبعا انك تشارك في بطولة فيها ريال مدريد ومانشستر وكورنتيانس والأندية الكبيرة هذه شيء غير طبيعي. الأجواء البطولة كانت مرة حلوة. نعم. البرازيل طبعا بلد كوره. فكان شيء بالنسبه لنا كبير مره يعني. انت لما تلعب لعبت امام ريال مدريد يعني كيف كان شعورك؟ والله طبعا اكيد لما تلعب ضد ريال مدريد في كل اللاعبين الكبار. نعم. يعني طبعا نوعيه اللاعبين اللي كانت موجوده في ريال مدريد وقتها غير. من كان يتمنى يشوف ريدندو يلعب اللاعب المحور الارجنتيني. نعم. لان تستمتع انت تشوفه في التلفزيون بلمساته بالرجل الشمال. نعم. فلما تشوفه على الطبيعي يلعب شيء غير خيالي شيء. نعم. غير طبيعي. نفس الحكايه لما راؤول وانيلكا تشوف جيرمي تشوف هيرو كازياس روبرتو كارلوس لعيبه غير طبيعيين. نعم. انت تستمتع لما تلعب ضدهم. لعبنا يعني في بدايه المباراه انت لو تشوف المباراه اللقطات غير طبيعيه لعبنا يمكن تحدد 19 لمسه في بدايه المباراه. نعم. ما انقطعت كره من لعيبنا. طبعا احنا عندنا لعيبه شاركوا في بطولات كبيره طبعا فؤاد انور بهجه محسن جمعان فهد الريفي كل اللعيبه شاركوا. نعم. حتى من ضمنهم انا شاركت في كان وقتها قارات في المكسيك عندنا يعني سي في كويس. نعم. الواحد يشارك في البطوله. نعم. فهذا الشيء على انه كان هناك فارق في المستوى يعني في المستوى والتاريخ بين ريال مدريد ونادي النصر لكن انتم قدمتم مستوى مقنع امام لان كان عندنا احساس انه كان عندنا ثقه في لعيبتنا. نعم. يعني اللاعبين عندهم ثقه في انفسهم كل اللي يلعب باسمه. نعم. كل اللي يلعب بامكانياته. نعم. لعبنا مباريات كثير حلوه. نعم. هي كانت للمباراه الافتتاحيه فهذا اعطانا دافع يعني. نعم. كبير مره. كان في توليفه جديده للفريق النصراوي في بطوله كاس العالم للانديه يمكن مع بدايه الاحتراف يعني في انديه من لاعبين من انديه من حين انتقل النصر فيه نجوم عالميين استقطبتوهم قدموا مستوى جيد مثل بهجه. صحيح. ما كان في خلل في التوليفه النصراويه بعد هالاسماء الكبيره اللي جت لنادي النصر؟ شوف خالد الحين من اللاعب حتى في اوروبا حتى اللاعب لما يبغى ينتقل النادي يسال هل هو مشارك في ابطال اوروبا ولا لا؟ يهمها الموضوع كثير. نعم. النصر لما شارك في كاس العالم الانديه كل العالم تبغى تجي النصر عشان تشارك. طبعا بغض النظر عن ان نادي النصر كبير لكن هذه فرصه انهم ينشافون وانهم يلعبون كاس العالم. فتم استقطاب لعيبه مره كانوا ممتازين وفادونا كثير. أها. كثير. نعم. يعني في لاعبين مثلا زي بهجه من افضل مهاجمين شفته شرس على الباب. نعم. يعني مهاجم يدور الباب بلنتي يروح يسابق اللاعبين يبغى يشوته فاول يروح يجري له يعني تعطيه الكوره خطره بنسبه 80%. هذا اللاعب اللي ينفع. فؤاد نور مجهوده في الملعب وخبرته كان عندنا التريكي المحور المغربي مشارك كاس عالم مع في كاس عالم 94 مع منتخب مغربي. نعم. بخبرته كمان موسى صايب الهريفي محيسن عندنا لعيبه كبار وكابتن فهد المهلل. نعم. عندنا لاعبين كبار يشلون الفريق يعني ومنصور الموسى ما ابغى اطلع في لاعبين كبار كلهم شاركوا في بطولات عالميه. نعم. نعم. فهذه يعني يعطيهم دافع ساعدكم صار في انسجام يعني خبرتهم. صحيح. نعم اكيد. بعد كاس العالم الانديه كابتن محسن حدث دروب كبير في مستوى النصر يعني عانى كثير النصر بعد مشاركته في كاس العالم الانديه. هل كانت هذه المشاركه هي تشبع لكم اللاعبين؟ حسيتوا انه خلاص لا يمكن انكم تحققون شيء افضل من كاس العالم الانديه؟ الطموح بدا يقل ويختفي عند لاعبين النصر؟ والله شوف يعني انت لما تشارك في بطوله مهمه وكبيره وكذا ترجع يعني ودك ترتاح شويه ما ودك. نعم. تشارك عطوف الدوري. انا اتكلم عن نفسي طبعا. نعم. ودك تاخذ فتره راحه وكذا تستمتع بالشيء اللي سويته انك انبسطت وانك لعبت في بطوله مهمه. بعدين تبغى تبدا اعداد وتدخل دوري مره ثانيه ما في مشكله بس تجي. نعم. تلعب دوري على طول يعني كانت ما ادري انا بالنسبه لي طبعا ما كانت يعني محببه كثير لكن ما كانت كان في طبعا اصابات لاعبين في لاعبين عن جتهم اصابات زي فؤاد نور جرباط. نعم.
اعتزل محيص الجمعان، الهرافي وقف، يعني في امور كثيره صارت، يعني هذه هزتنا كثير. احنا انا من اللي شارك في كاس العالم الوحيد اللي استمريت، الباقيين كلهم وقفوا. نعم. فلما انت الجيل اللي معك كله يروح واللاعبين اللي كلهم شارك معهم راحوا، فانت تحس باختلاف، لازم تكون في هزه اكيد. نعم. ففي موضوع احلال، الاحلال دائما يكون بطريقه تدريجيه اللي ما تخل بتوازن الفريق. نعم. ما تخلي الفريق يهتز يعني. لا احنا كان في تغيير كبير، فهذا سبب خلل كبير يعني. نعم. كابتن، على المستوى المحلي حققت مع النصر كاس الاتحاد السعودي، حققت مع النصر بطوله الدوري، انديه الخليج، اضافه لبطوله كاس الكؤوس الاسيويه والسوبر والتاهل لكاس العالم للانديه. خلينا كاس العالم للانديه خليها على جنب لانها بتكون هي الابرز. بقيه البطولات، وش كانت البطولات اللي تحس انك قدمت فيها مستوى متميز؟ وش كانت البطولات اللي لها ذكريات جميله مع محسن الحاثي، او بطولات كان النصر محتاج لها وحققتوها؟ طبعا الخليجيه هي كانت فاتحه خير على البطولات الخارجيه للنصر طبعا. نعم. كانت شيء مهم ضروري ان نجيبه يعني. كان فريقنا وقتها كان يعني لعيبه صغار ونبغى نثبت يعني. نعم. كلنا اغلبنا كان يمكن ماجد من الجيل من الرعيل الاول يعني. نعم. كان موجود اخر واحد. ودنا نثبت، وعشان كذا جتنا الفرصه. كانت طبعا كان كعبنا عالي على الفرق الخليجيه يعني. نعم. كنا نفوز عليهم بسهوله، فحققنا بطولة الخليجية. بعدها انا طبعا بالنسبه لي عندي كاس اسيا، ومباراتنا تحديدا مع سامسونج الكوري هذه من افضل المباريات انا شاركت فيها. نعم. انا حسيت نفسي اني من افضل مباريات شاركت فيها في مسيرتي كلها. كان حتى اذكر مدافعهم كوزمن مدرب الهلال. نعم. كان هو مدافع مع سامسونج الكوري. فهذا كانت في الرياض نعم. السنه فاتت هي المباراه الوحيده اللي انا احس انها صراحه يعني. نعم. فرقت معي كثير. كابتن محسن، تحدثت عن مدرب آرثر جورج، وكنتم لعبتوا 4 نهائيات. يمكن أبرز بطولة أو أغرب بطولة فقدها النصر يمكن كأس النخبة العربية. صحيح. اللي كانت في سوريا. صحيح. يعني كان النصر يعني فقط ثواني تفصلها عن التتويج. صحيح. كيف كان تأثير خسارة النصر لهذه البطولة؟ وكانت يعني امتداد الخسائر وصول النهائيات 4 مرات وما حصل النصر على البطولة. يعني هذيك البطولة يعني غريبة. غريبة عجيبة. يعني بشكل غير طبيعي. نعم. لما عندنا مدرب عنده نجوم كثيرين وعارف يتحكم فيهم. نعم. ما يزعل أحد وكلهم راضين. ممكن يعني فؤاد يقعد احتياط عادي. نعم. ممكن داود يقعد احتياط عادي. متقبلين. نعم. مسيطر عليهم مدرب بشكل غير طبيعي. كنت أنا وقتها الكابتن. نعم. كان لما ما يعني يبغى يريح المباراة هذه او يبغى يلعب احد ثاني وعنده خطه ثانيه يجي يقول لي محسن انا ما احتاجك المباراه هذه، احتاجك المباراه اللي بعدها، جهز نفسك. أه. احتاجك هذيك اهم. نعم. يعني بشكل يحسك معين يحسك بالاهميه ويحس بالاهميه. نعم. حتى لو قعدك. نعم. نعم. فمدرب كثير عارف يدور اللاعبين بشكل غير طبيعي. المباراه هذيك البطوله هذيك اللي في النخبه احنا كنا نلعب واحنا واثقين في نفسنا ان احنا يعني افضل فريق. نعم. لعبنا مع الصفاقسي التونسي فزنا عليهم، كان عندهم حاتم الطرابلسي اللي يلعب في اياكس امستردام. نعم. عندهم لاعبين كبار فزنا عليهم بسهوله. نعم. الهلال هو اللي عدل المباراه يعني المباراه معنا احنا. نعم. كنا نتقدم على الهلال، هو اللي عدل الهلال. نعم. يوم جينا مع الجيش طبعا احنا واثقين انه بفوز على الجيش، لعبنا. نعم. مباراه يعني بحسن يعني طبعا الهلال كانوا خارج البطوله. نعم. يا لنا يا للجيش. نعم. تعادلنا الفريقين ياخذ الهلال. الهلال كانوا راكبين في الباص رايحين. نعم. انت دورهم ماشيين. ف لعبنا مباراه وكان يعني حماس وضغط وجمهور غير طبيعي متفاعل مع فريقهم الجيش. نعم. واحنا كنا نلعب تحت الضغط. تخيل انت تلعب تحت الضغط تبغى تخلص مباراه. فجت اخر مباراه سبحان الله جانا بلنتي، اللاعب البرازيلي ما وفق ما سجل، رجعت للبيش عبد الرحمن. نعم. نفس الحكايه ما وفق. خلاص انهرنا. انا. نعم. انهرت انا واحد بكيت يعني. بعد ضياع ضربه الجزاء كيف كان شعورك؟ ما نجري. أيه. انا اجري زي المجنون. نعم. انا في الملعب اجري زي المجنون، واسال ابراهيم ماط واسال. أيه. المهلل اسال اقول كم الوقت كم باقي ما عاد ادري. أيه. عارف اللي ما عاد ادري والله العظيم ما ادري ايش اسوي. وكنا يعني ممكن حتى في لقطات لو تشوفها يعني. نعم. انا اذكر من الله يذكره بالخير خالد العرافه المذيع. نعم. المذيع الميداني. نعم. لحقني وكنت بضربه صراحه. أيه. يعني من الحماس. وفي لقطه موجوده في اليوتيوب اللي تشوفها انحاش. نعم. مني خالد العرافه كنت معصب بشكل غير طبيعي. نعم. دخلت غرفه الملابس لقيت اللاعبين كلهم منهارين. كلهم منهارين من اكبرهم واصغرهم منهارين. نعم. ما قدرت امسك نفسي كلنا انهارنا صراحه. كان شكل يعني شكلنا ما كان كويس
في الغرفة ملابس التعبانين. السيناريو كان غريب جدا. مرة نعم. مرة بشكل غير طبيعي صراحة يعني أثرت فينا ذيك البطولة بشكل غير طبيعي. نعم. يعني تجينا عندك وتروح. نعم. فهذا من. نعم. نعود لمشاركاتك مع المنتخب كابتن محسن. أنت أنت كنت من ضمن بعثة المنتخب في كأس العالم 2002 وقبلها 1998. أنا كنت موجود مع المنتخب في كأس العرب اللي في قطر. نعم. 96 الظاهر. وكنت مع المنتخب في كأس الخليج 14. نعم. وبعدها تصفيات اسيويه وكاس القارات لعبت في القارات في المكسيك ولعبت مع منتخب كاس العالم 2002 كوريا اليابان نعم طبعا 98 كنت موجود مع اللاعبين بس يعني ضمني كارلوس روبرتو وتعورت نعم وشالوني كنت موجود في كاس العالم 2002 طبعا جتني فرصه مع كالدرون المدرب الارجنتيني اني ضمني تصفيات كاس العالم 2006 نعم المباراه اللي في الدمام اللي ياسر يعكس الكره وسجلها كريري كنت موجود مع المنتخب بس تعورت برضو مشيت طبعا هذه البطولات اللي اذكرها نعم وش ماذا يعني لك مشاركتك مع المنتخب وش اضافت لك المشاركات مع المنتخب خالد احنا ممكن ما نقول الكلام هذا الكلام المستهلك ولا لكن اللاعب اول صعب يروح المنتخب صعب تروح المنتخب يعني كانت تطلع اسمانا في الجرائد وفي التلفزيون ولما يطلع بس خبر انه في لاعب راح المنتخب ما ينام نعم ما ينام يعتبر انجاز شيء غير طبيعي اول شيء انك تصير وضعك في ناديك افضل راتبك اللي في النادي تستلمه تروح المنتخب يصير دبل نعم شرف عظيم كبير انك تشارك مع المنتخب ويضاف اسمك للمنتخب وكان اسم المنتخب ذيك الايام مرتبط بالانجازات صعب انا بالنسبه لي لما اشوف قدام اروح المنتخب وقدامي احمد جميل وخليوي وعبد الله سليمان صعب تلعب بس انت لما تروح مع هذول اسمك يطلع هذا شيء كبير انا رحت مع هذول انضميت مع هذول في وقت كان في لاعبين مدافعين كثيرين في المملكه ليش ما انضموا ليش ما انضم هذا انجاز لا فلما انت تسوي هالموضوع هذا شيء كبير لك اللاعبين الثانيين في النادي لما تجي الاسمانه بخطاب ترى فلان 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 جهزوا جوازاتهم اللاعب في التمرين اليوم هذا يصير مباراه نهائيه نعم يعني من الحماس يعني عرفت طيب كابتن محسن ارجع ذكرياتك للوراء مع نادي النصر بعد فراغك من مشاركه مع منتخب في كاس العالم رجعت لنادي النصر ابتعد محسن الحارثي فترة مؤقتة عن نادي النصر كيف كانت ظروف هذا الابتعاد يعني الكل كان يتحدث عن سبب الغياب كانت هناك أسباب عديدة لكن ودنا تكشف لنا كابتن محسن عن هذه الظروف أبد ما كان يعني طبعا هذه بعد كأس العالم 2002 في كوريا اليابان رجعت للنادي طبعا كان في معسكر في الطائف تأخرت عنه ما رحت أنا يعني بس صارت المشكلة على التأخر أني ما رحت للمعسكر وكذا ففسرت في أمور كثيرة انه مبالغ ماليه وامور واشياء فما كان هذا السبب الرئيسي نعم هو سبب كان تعطلت ما رحت يعني للمعسكر اللي كان في الطائف للنصر كان استعداد للدوري هو كان استعداد لبدايه الموسم واحنا تونا خاصين من معسكرين في ايطاليا شهر وشوي وعسكرنا في كاس العالم شهر فيعني كانت متعبه لي شويه نعم فرجعت كان عندي ظروف كذا منعتني اني اروح مع الفريق صارت مشكله بسيطه انه تاخرت وكذا ما رحت نعم كان وقتها الامير عبد الحميد سعود هو الرئيس طبعا للامانه طبعا الحين الامير الله يغفر له ويرحمه توفى ما تزلف ولا احتاج انه اسوي هالموضوع عشان شيء من اطيب الناس من اطيب قلب ادمي تقابله في حياتك صارت مشكله وصارت كذا رحت النادي اعتذرت ابو خالد حبيت راسه انتهى الموضوع حبيت راس ابو خالد انتهى الموضوع في وقته يمكن وجدت احراج كابتن محسن حتى تعاطي الاعلام مع هذه المشكله يعني صحيح هو اللي يعني طبعا كل يعرف شخصيه ابو خالد نعم الله يغفر له ويرحمه يعني كل الناس تعرفه يعني ابو خالد فلم انت ما تبغى احد يسوي شوشر عليك موضوعك مع ابو خالد انت تبغى تلتزم الصمت وهذا نعم طلع مواضيع كثيره في بعض الجرائد والفوا على لساني اني قلت وسويت وكذا نعم ابدا ما طلع مني شيء ابدا يعني رحت كلمت ابو خالد وكلمته وانا كنت يعني وسط المشكلة يعني كلمت ابو خالد قلت ترى صار كذا انا ما تكلمت نعم وهذا الموضوع يعني فجرات كثيرة يعني طبعا تكلمت فما كان ما كان صحيح ابدا انا مش ممكن اسيل نادي له فضل علي بعد رب العالمين بشكل كبير حياتي نعم كابتن محسن تحدث عن الامير عبد الحميد مسعود رحمة الله عليه هذه الشخصية الرياضية يعني كانت محبوبة مو لدى النصراويين لدى الرياضيين بشكل عام يعني وكان له يعني لمسات على كرة القدم السعودية كيف كان دعمه للكابتن محسن الحارثي؟ وبعد وفاة الأمير عبد الوهاب بن سعود كيف تلقيت نبأ وفاته؟ طبعا الكل يعرف علاقتي مع الأمير عبد الوهاب بن سعود نعم الفترة اللي لعبت فيها الفريق الأول
انا كنت كابتن في مرحله مراحل كان وقتها ابو خالد موجود. ابو خالد كان يثق فيني ثقه غير طبيعيه. يعني المره الوحيده اللي انا اذكرها في حياتي انه ما ادري سواها مع لاعب قبل ولا لا. انا كنت مصاب مع الوحده في الدمام في مكه. تعورت في مباراه ورجعت من جده مطار جده مفصلي وارم الله يكرمك. يعني ما فوصلنا كان عندنا مباراه مهمه مع الشباب. فدخلت العياده وعلاج معالج وكذا وجاني ابو خالد للعياده. هو جاي من اول ما وصل من بيته دخل على العياده قال كيف تقدر يمديك؟ قلت والله انا بحاول كذا شاف مفصلي وارم لما لفيت البنداج القوي عليها نزل الورم للمشط. يوم شافني قال لا حول ولا قوه الا بالله. وثق انه يعني كان عنده ثقه فيني يعني غير طبيعي يبغاني العب باي شيء. فهذا يعطيني دافع دائم انه ابو خالد لما يثق فيك يعني شخص قامت لما يعد محمد سعود ومكانته وحتى خبرته انت تجيك ثقه زياده. فكلماته دايم ابو حتى يوم اخطيت في المباراه النهائيه رجع كلمني قال لي انت يعني انت ولدنا وشلتنا كثير. الحين اخطات من شيء لكنا يعني فهمت شخص يقول شلتنا كثير من مباريات كثيره وسويت وحققت انجازات النادي لما تطيح ما نشيلك لازم نشيلك انت ولدنا. فكثير اثر فينا الموضوع ورجعت لعبت مره ونسيت. ابو خالد عنده تحفيز غير طبيعي. عنده خالد لازم تقرب منه عشان يعني تحس بالاحساس اللي ابو خالد لما يتكلم في الليله اللي فيها الاجتماع حق المباراه من بكره مباراه ودك ان المباراه في نفس اليوم مو من بكره من الحماس اللي يعطيك من الطاقه. ابو خالد وفاته الله يرحمه يعني وفاته الله يغفر له ويرحمه يعني طبعا كانت يعني طبعا الموت حق على الجميع لكن كانت صدمه اللي انا يعني طبعا احنا عايشين مع ابو خالد اكثر من اكثر يعني من اي ناس ثانيين احنا معه يوميا نشوفه في النادي على مدى 20 سنه وزياده. الايام الاخيره في النادي كان يدخل بسيارته للنادي جوا اول كان يوقف عند الباب الرئيسي ويجي يمشي. الايام الاخيره بدا يدخل بسياره جوه النادي حسينا احنا حسينا ان ابو خالد تعبان. احنا دائما نسميه ما شاء الله الاسد يعني في وقتها الله يرحمه نقول جلسات فابو خالد لما يدخل بسيارته لين جوا ويدخل من مكان يعني مش متعودين عليه فحسينا ابو خالد تعبان بين على وجهنا ده. صلينا العشاء في النادي مع بعض مشى لبيته الفجر يقولون صلى توفى يعني عرفت في المستشفى. فاخر شيء شفناه في العشاء في النادي يعني بين على وجهنا كان تعبان بس ما توقعنا كان بيروح يعالج يعني في لندن اتوقع وكذا بس يقول خلينا نطمع على الفرق تروح يعني الفريقين كنا بنروح لسوريا فريق الصغار كانوا وفي فريق بيروح لابها بطولة صداقة بس قال اطمع عليهم وبروح علاج تاخر كان يومه الله يغفر له ويرحمه. فهالموضوع يعني كثير اثر فيني انا بكيت صراحه بشكل غير طبيعي وكنت اتصل على العيال على ابراهيم ماطر وعلى كذا لاعب يعني ما انا مصدق. رحمه الله عليه. كابتن محسن بعد فراغك من المشاركه مع نادي النصر او انتهاء مشاركتك مع نادي النصر انت يعني نذكر الاسباب هل انت تعتقد انك ما كنت قادر على العطاء؟ هل كان عندك اصابه؟ هل كنت يعني امور اجبرتك على الابتعاد عن النادي؟ والله اكيد خالد اخوي انه في امور يعني خارج عن ارادتي يعني صراحه ابعدتني. انا طبعا كنت مع كالدرون في المنتخب 2006 يعني قبل التصفيات كنت موجود مع في المنتخب قبلها بعدها بشهرين عسكرنا في برشلونه رجعت صار ابعادي من النادي. طبعا ابعادي عن طريق شخص او شخصين هم اللي ابعدوني لكن النادي ككيان ما له دخل طبعا في الموضوع مره. انا احب للنادي بتغير الاشخاص وهذا ما له دخل. كان في عهد اداره مين يا كابتن؟ كان الامير فيصل عبد الرحمن والوليد بن بدر. ومشكلتي تحديدا كانت مع الوليد يعني. الوليد بن بدر هو اللي اتخذ قرار هو كابتن يوسف خميس. ما كان راي فني يعني من مدير ما كان راي فني. انا في المنتخب كنت موجود يعني كنت موجود في المنتخب. يعني لما تشيل لاعب حتى هم كان كلمتهم لي انه نبغى نجدد الفريق. فما كان تجد الفريق جابوا لعيبه اكبر مني انا. فموضوع ما كان يعني وانا بالنسبه لي والله يا خالد شوف يعني ما كان هو بالشكل اللي انه ما ابغى اطلع لا انه انا كلمته قلت اذا انتم ما تبغوني انا امشي يعني انا قاعد بخطاب اني امشي. بس يعني ما كانت طريقه حلوه يعني. بس هذا اللي كان يعني فنادي ككيان ما له دخل. انا احب كثير النادي وتربيت فيه اكثر من بيتنا يعني. ابتعدت عن نادي النصر كابتن لكنك عشق كرة القدم استمر يعني كان لك تجربة مع نادي الفيحة ومع نادي أيضا الفيحة ومع نادي الفيحة ما رحت لعبت معهم طبعا كان في اتفاق وما كان في اتفاقية وما صارت
رجعت لهم فلوسهم طبعا وانهيت الموضوع طبعا. نعم. لان انا كان ماخذ منهم مبلغ وكان في امور ثانيه متفقين عليها، ما صار الموضوع فرجعت لهم فلوسهم في شيك وانتهى الموضوع طبعا. ما رحت لهم. نعم. صارت التجربه الثانيه كانت في نادي احد. نعم. نادي احد طبعا من الانديه اللي لها علاقه طيبه مع النصر وكذا. نعم. لعبنا فيه انا ومحمد الخليل الله يرحمه وابراهيم ماطر. نعم. هذا ثلاثه لنا يعني شجعني ابراهيم ماطر وخليل كلموني شجعني تعال تعال. نعم. الوضع كويس. رحت والله جربت. نعم. جربت اربع شهور بس ما مشى الوضع معنا يعني انتهى الموسم ومشينا طبعا. فكانت هي النهايه يعني. نعم. الان علاقتك مع نادي النصر كابتن محسن، ما في فكره انك ترجع لنادي النصر كاداري تعمل في الجهاز الفني في الفئات السنيه؟ ما فكرت او ما وجهت لك الدعوه كابتن؟ والله ما فكرت يعني. طبعا هذا بيتي نادي، لو بغيت انا اروح انا اللي ابادر، انا اللي اقول ابغى اسير يعني. نعم. يعني في اي مكان انا ابغاها يعني، وهو النادي طبعا ما راح يقصرون طبعا. انا علاقتي الطيبه مره كثير مع جمهور النصر. نعم. يعني اقابلهم كثير وجمهور يعني كثير يعني راقي وكثير محترم، كثير يعني يتعاملون مع اللاعب وتاريخه بشكل مره ممتاز. نعم. تعامل يعني علاقتي مع الرؤساء اللي مروا على نادي النصر كلهم مره ممتازه الى الان. نعم. الامير فيصل بن تركي طبعا هو الرئيس الموجود، علاقتي فيه مره ممتازه، اكثر من صديق طبعا. الامير فيصل بن عبد الرحمن، الامير ممدوح بن عبد الرحمن، الرؤساء اللي مروا علاقتي فيهم مره طيبه مع اعضاء. نعم. الشرف. الحمد لله يعني هذا شيء نعم من رب العالمين. نعم. كابتن محسن قبل ما نختم معك هاللقاء بترك لك مساحه تتحدث فيها اذا كان في اي موضوع او اي شيء تبغى تتكلم فيه من خلال برنامج حديث الذكريات. ابد والله يعني انا مبسوط صراحه، كان حديث ممتع معكم كثير مبسوط وتشرفت اني اكون معكم اليوم، وان شاء الله انها تتكرر يعني المرات القادمه بانجازات النادي النصر. نعم. احنا اللي كنا سعداء جدا بتواجدك معنا كابتن، كان حديثك بالفعل ممتع جدا. نتمنى ان شاء الله نلتقي بك ايضا في برامج وحوارات اخرى. ابد اتشرف الله. مره اخرى شكرا لك كابتن محسن الحارثي على هذا اللقاء. حياك الله اخي خالد. نعم. وان شاء الله جايتك. شكرا لكم انتم مشاهدي الكرام على طيب وحسن المتابعه. قبل ان نودعكم تقبلوا تحيات كافه الزملاء اللي ساهموا في نقل هذه الحلقه لكم بقياده المصورين معاذ الهدبه وسعيد المزراقي، تقبلوا تحيات معد هذه الحلقه الاستاذ محمد الدوسري، تقبلوا تحيات المخرج نايف الشليل. هذا خالد السعيد، اتمنى لكم اطيب واجمل الاوقات. الى اللقاء.